مش ما نقولش كان الاغلاط، حتى كميه الاحترام ما كانتش بالدوزه الكافيه. معناها نقول لك هذا الفريق كل ما تزيد تصعب عليه كل ما يزيد يقوى، ورينا هذا في تونس، ورينا ضد النادي الدراس فاقس في اتعس حالاته وفي الصعوبات سجل في اخر دقيقه وفاز، ضد الترجي عامل 1-1 في القاهره وجا وفاز، ضد الترجي سناء جا وفاز. يعني قد ما تزيد تصعب عليه قد ما الكيب هذا تلقى حلول. شنو بنقول لك؟ معناها ما احترمناش كيما يلزم النادي الاهلي، ورينا اليوم بغيابات ممكن تتمناها في حياتك انه يغيب حسام عاشور ويروح احمد فتحي. ليكسبيريونس لي دو كابيتان الناس الصحاح للاسف شفنا من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى هما منظمين، واكتشفنا انهم هما بالحق معناها حتى كان ما يعطيوش ماتش كبير كيما العاده يشدوا الكوره ويدوروا كذا، لا يستغلوا لك اخطاء اللي فوت اللي عملناها من كل تك تك كل غلطه بونتو لدرجه كونوا في الماتش معناها ما عادش عندنا حتى امل. ولا لا تكون تاعهم اللي دعموه وساندوه من اللي بدا السيزون لتو لقوه اليوم ماركي لهم، معناها ما ماركيش برشا بونتوات ضد في ماتش الاخراني ضد الرجاء، معناها حمله كبيره على 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 على, على تاكون تاعهم اليوم ماركي لهم. دي قالوا ايه وشهاده حق في النادي الاهلي من النجم الكبير زبير بيا نجم المنتخب التونسي ونجم النجم الساحلي. انا مش هقف عند الكلام اللي قاله غير عند نقطه واحده. في الوقت اللي البعض بيشكك فيه في النادي الاهلي الراجل قال لك رغم ان احمد فتحي غايب ورغم ان حسام عاشور غايب ورغم ان عبد الله السعيد غايب الاهلي راح كسب ترجي وراح كسب النجم الساحلي وهزيمه ثقيله وكبيره لانه مستعد اكتر وقال كلام كتير جدا. هي دي قيمه النادي الاهلي اللي بره يعرفوه، لكن اللي منك اللي يشككوا فيك ويقول لك مش عارف ايه وايه وهنتكلم بعد شويه. لكن النجم الكبير هو ليه نجم كبير؟ النجم الكبير بيبقى من كلامه من بيعرف قيمة الخصم اللي بيلعبه، يعرف قيمة النادي الأهلي وشعبيته اللي انت اوعى تستهتر قدام النادي الأهلي، اوعى تقلل منه. فمن هنا سمعتوا الكلام المحترم اللي قاله النجم التونسي زبير بيا، لأن عندنا ناس صعبة قوي في مصر بتعمل حاجات غريبة وبتقول حاجات غريبة وتكتب حاجات غريبة في الوقت اللي الناس بره تعلم قيمة النادي الأهلي واحترامه للمنافسين، ولما يحترم المنافسين تلاقوه بيكسب 6 واكتر من 6. هو ده النادي الاهلي.